قبل أيام قليلة من نهائي كأس الجمهورية أو عرس الجزائر، تعيش كل معاقل فريق نصر حسين داي أجواء فرحة هستيرية لم تعيشها المنطقة منذ 34 سنة، تاريخ وصول النادي لآخر نهائي لكأس الجمهورية. فشوارع البلدية كلها تزينت باللونين الأصفر والأحمر، ولا حديث هناك إلا عن التتويج وترسيع خزائن المدرسة الكروية الأعرق في الجزائر، والتي طالما كانت منبعا لنجوم المستديرة في صورة فرقاني وعبد الله قلون والنجم العالمي رابح ماجر. اكتو الحياة تبغوا الناس العلامات تكون ناس بتيكيات ان شاء الله. كان يقبل الناس تشري لولادها تشري اللي كاشني عندنا وسمو وهي لاكوب ان شاء الله ندوها هنا. الاجواء في كل احياء حسين داي والمقارية وغير من ذلك، حتى مثلا في حامز ورغاية. انصار الملاحة الذين اطلقوا العنان للافراح مبكرا، ها هم اليوم يعدون العدة من اجل غزو ملعب 5 جويلية وصناعة لوحات فنية سيتحدث عنها كل عاشق لسحر المستديرة وإعطاء الدفع اللازم لرفقاء السوبر جاسمي من أجل رفع السيدة الكأس التي لم يتذوق عشاق اللونين الأصفر والأحمر نشوة التتويج بها منذ سنة 1979. أشفهم ليش نقول لك مفاجأة في موندونتيكا واحد مدار. أشفهم ليش نقول لك حنا نروحوا بلي سيبور سوا لي سيبورتير سوا لي جوار يا أخو، احنا نديروا لهم القلب وما عليهم الربح ان شاء الله. احنا رانا عطشانين على كل حال الكاس هذه، رانا عطشانين عليها كاع الانصار تاع النصريه، عندها مده وهي تسنى هذا الكاس. وبالرغم من اجماعهم على ان المباراه ستسودها الروح الرياضيه بين الاخوه الاشقاء وان نهائي كاس الجزائر فرصه للمتعه والفرجه وانه عرس لكل الجزائريين، الى انهم اكدوا ان السيده الكاس في نسختها 52 ستختار النصريه وان خزائن الفريق ستتزين بلقب طال انتظاره. وان شاء الله تكون لينا ان شاء الله، ومولد خاوتنا بكل صراحه، مولد خاوتنا ان شاء الله. وبكل احترام لانصار مولوديه الجزائر نقول لهم احنا راح نبعث لكم الكاس هذه تصوروا بها ان شاء الله، ومن بعد مر النهائي هذا راح تعاود تولي الحسين داي. مالغري انتم احبابنا وناسنا ونحبوكم ونعزوكم، بصحة العام ان شاء الله نخلوها لكم. شلاكم؟ ان شاء الله نربحوا ثلاثة. ثلاثة شكون يماركي؟ شكون؟ قولوا قاسمي. قاسمي.